احنا شعارنا هو باين، هو شعار المترشح السيد عبد المجيد تبون من اجل الجزائر منتصره. وانا كمان كرياضي ومثل الحركه الرياضيه ادعو كاع الرياضيين خاصه على مستوى ولايه الجزائر وبصفه عامه على القطر الجزائري باش ان شاء الله كاع يروحوا يشاركوا، ونسبه المشاركه ان شاء الله تكون كبيره باش الانتخابات هذا والعرس هذا العرس انا نسميه عرس انا ان شاء الله باش النسبه تكون كبيره وينتخبوا على السيد الرئيس عبد المجيد تبون. نتمنوا له ان شاء الله التوفيق. ولو تكلمنا على الانجازات تاعو هذا ماشي انا راح نتكلم عليها، والانجازات اللي دارها هي تكلم عليه، والاصلاحات اللي دارها في الاصلاحات الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه. نطلبوا ان شاء الله من نسبه المشاركه تكون عاليه باش الانتخابات هذه تكون ناجحه 100%. وربي يوفق الرئيس ان شاء الله عبد المجيد تبون ويوفق الجزائر ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. زيرتوب اول قناه الكترونيه في الجزائر.